أعزائي مشاهدي طيبة في كل مكان، أسعد الله مساءكم دائما بالخيرات. من وحدة السلام من محافظة الوادي الجديد، نحييكم في حكاية جديدة من حكاية الوحدة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا. وفي حكايتنا النهاردة نتحدث عن واحات الوادي الجديد وما تحويه من آثار تنتمي إلى العصر القبطي والإسلامي، ونسرد بتفرد حكاية قرية القصر الإسلامية بمركز الدخلة وما تحويه من آثار تعبر عن الحضارة والعمارة والصناعة في تلك الحقبة من التاريخ، والتي تسردها لنا الدكتورة سهام بحر، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالوادي الجديد. حكايتنا النهاردة من محافظة الوادي الجديد، وتحديدا من واحة الخارجة، حوالين موضوع مهم جدا، وهو الآثار الإسلامية والقبطية في واحات مصر الغربية. وتحديدا هنلقي الضوء عن أثر واحد، وهو قرية القصر الإسلامي. يسعدنا أن نستضيف الدكتورة سهام بحر، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية في محافظة الوادي الجديد. دكتورة سهام، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة سهام، الآثار الإسلامية والقبطية في محافظة الوادي الجديد وتحديدا في واحات مصر الغربية منتشرة، من أول سيوة، مطروح، الفرافرة، الدخلة، شارع العوينات، باريس، بلاط، الخارجة، ما شاء الله آثار كتير جدا، ما بين إسلامي وقبطي ومصري، ومتحف مفتوح من كل الآثار. ولكن النهاردة في حلقتنا احنا بنستضيف حضرتك علشان نتكلم عن موضوع هام جدا، وهو الآثار الإسلامية والقبطية. كلميني بشكل عام عن تلك الآثار في الوادي الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للآثار في الواحات عموما، في واحات مصر، هي منتشرة انتشار، مش في العصر الإسلامي والقبطي فقط، لا، دي من آثار ما قبل التاريخ، مرورا بالعصور المصرية القديمة والعصور الرومانية والفترة القبطية والفترات القبطية بشكل عام، وصولا إلى العصر الإسلامي. لو اتكلمنا تحديدا مثلا في واحة الخارجة اللي احنا فيها، في أكتر من 10 مواقع إسلامية وقبطية مسجلين. العشر نقول كده بسرعة، مثلا زي موقع آثار منطقة البجوات الأثرية، بيضم مثلا، ما بيضمش البجوات بس كمقابر، بيضم مثلا منطقة الأديرة، دير قصر مصطفى الكاشف، دير البجوات، منطقة عين الخراب، المدينة السكنية الأساسية للواحة الخارجة قديما منذ العصور الفرعونية، وتم استخدام أو إعادة استخدام للمدينة السكنية في العصر الروماني، وأعيد استخدامها بقوة في الفترة القبطية، منطقة عين الخراب. احنا على فكرة شغالين في منطقة عين الخراب دي حفاير من 2006، وحتى تاريخه مناطق آثار عين جلال دي فيها 2 من الأديرة ومنطقة سكنية بس قبطية، مناطق آثار عين سعف بتضم أكتر من 7 مواقع،
أبراج المراقبة في منطقة عين زعف، لأن المنطقة كانت على طريق درب الأربعين، فكانت أبراج المراقبة دي كانت بمثابة زي مثلا إيه، كانت على نقاط القلعة الرومانية في عين الخراب وفي معبد النضورة، فكانت كلها استكشاف للقوافل اللي هي دكتور، معدية. هنا واحات الوادي الجديد حيث تنتشر المواقع الأثرية من مختلف العصور التاريخية، خاصة الآثار المرتبطة بالفترة القبطية ومن بعدها الفترة الإسلامية. فهنا توجد آثار البجوات ودير مصطفى الكاشف، وهنا توجد قرية بلاط الإسلامية، وهنا قرية القصر الإسلامية، وآثار أخرى ما زالت شامخة تترك لنا أثرا طيبا حول البشر الذين عاشوا في تلك الأماكن. دكتورة سهام بحر، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية في محافظة الوادي الجديد، احنا اتكلمنا على خارجة، لو رحت لبلاط، بلدة بلاط أو مدينة بلاط الإسلامية مدينة سكنية إسلامية. مدينة بلاط نفس مدينة القصر الإسلامية، كلها من العمارة تندرج تحت العمارة التقليدية. العمارة التقليدية دي يعني إيه؟ يعني ما هو يستخدم البيئة المحلية في البناء، سواء بأدوات البناء، تكيف الإنسان الوحاتي ازاي قدر يتكيف في المدن ديت، ان هو يقي نفسه وفق استراتيجيتين. الاستراتيجية الاولى الحماية، يحمي نفسه ازاي من الاشعاع الشمسي والمناخ الحار، وخاصة الواحات عموما في تحت الاقليم الصحراوي. الاستراتيجية التانية التكيف، يعني هو عرف يحمي نفسه وعرف يتكيف مع الطبيعة الصحراوية للواحات عموما. هسيب الدخلة عشان يبقى فيها القصر وده موضوعنا، ولكن هروح للفرافرة. الفرافرة فيها آثار إسلامية قبطية؟ بالظبط، فيها قرية شالي، دي مدينة سكنية برضو نفس النمط بتاع أنماط عمارة القصر وبلاط، ومدينة الخارجة القديمة اللي هي للأسف اندثرت، اللي هي يوجد منها أجزاء من درب السندادية. القصر الإسلامية والتي يرجع تاريخها إلى العصر الأيوبي والعثماني، فهنا عاش البشر منذ مئات السنين، بنوا تلك القرية بنظام معماري فريد، استخدموا خامات البيئة وحركة تدفق الهواء وشروق وغروب الشمس، فكانت قرية القصر الإسلامية تمثل الحضارة الإسلامية. دكتور سهام بحر، موضوع حلقتنا النهاردة الأساسي اللي هنتكلم عنه هو قرية القصر الإسلامي.
كلميني عن شكل هذه القرية، وتقريبا يعني إذا كان في عدد موجود، عمرها بتضم إيه، الآثار الموجودة فيها إيه، شكلها إزاي، العمارة فيها إزاي. قرية القصر الإسلامية أو بلدة القصر الإسلامية من أهم الآثار الإسلامية المتبقية في واحة، مش في واحة الخارجة بس، لا في الواحات عموما، واحات مصر الغربية كلها. بالظبط. ليه؟ لأنها الدليل المادي اللي بيعكس قد إيه المعمار المسلم نفذ الشريعة الإسلامية أو أحكام الفقه الإسلامي على العمران والعمارة في بلدة القصر. إزاي ده؟ الفقه الإسلامي أولا هو كل الأحكام الفقهية المستمدة من القرآن والسنة. قد إيه براعة المعمار إن هو طبق كل الأساليب والشريعة أو أمور الدين الإسلامي اللي هو معتنقها على كيفها أو طبقها على نظام العمارة في بلدة القصر. ده يندرج في إيه؟ في الأضرحة واللي هي في شمال البلدة اللي هي في العمارة الجنائزية، في العمارة السكنية الدور السكنية، في العمارة الدينية في المساجد اللي هي في جنوب البلدة، الحوانيت والعمارة التجارية. لو قعدنا نقول كل دوت إزاي طيب تطبق عليها أحكام الفقه الإسلامي بشكل عام أو أحكام الشريعة الإسلامية، أقول لحضرتك بالنسبة للعمارة السكنية قد إيه الخصوصية، تبع المعمار الخصوصية في بناء الدور السكنية. إزاي يحمي نفسه خصوصيته الداخلية من الجار اللي هو جيرانه ومن المار؟ يعمل إيه بقى؟ أول حاجة النوافذ الخارجية ما بتبقاش، تبقى لازم أعلى من مستوى المار اللي هو الإنسان اللي هيمشي في الشارع، لازم تبقى فوق أكتر من 1.80 متر أو 2 متر بمعنى ثاني. زي إيه يعني؟ مستحيل بعد الارتفاع ده أي حد ماشي مش هيقدر يكشف البيت. هو أهم حاجة كان بيتبع حماية أهله من ضرر الكشف. ضرر الكشف ده بالنسبة للمار الخارجي. من الجار برضو ما كانش، كان قد ايه بيكون في خصوصية بينه وبين الجار. الوحدات المعمارية نفسها في الدور السكنية كانت كلها بتؤدي الى الخصوصية. ازاي؟ التوجه الداخلي لبناء الدور السكنية كلها كانت كلها للداخل. يعني مثلا نعمل صالة في الاول، لا لازم اول حاجة المدخل المنكسر، يعني ما يبقاش داخل كده دايركت على البيت على طول. لازم ندخل مثلا هتكون زي دهليز او زي حاليا بيقولوا عليها طرقه مثلا صغير. فلازم، وبعدين بندخل على قاعه صغيره، دي اللي هي بتكون مش بتكون اللي هي القاعه الاساسيه للدور السكنيه، لا دي قاعه لاستقبال اللي هي مثلا الضيف او الاغراب يعني بشكل عام. وبعدين التوجه كله اللي هو الغرف الداخليه والوحدات المعماريه نفسها والفناء الداخلي ده كله بيكون بقى ايه لداخل الدار. داخل كان بيبني حيطه مثلا؟ لا مش بيبني حيطه ولا اي حاجه. المبنى نفسه يا فندم العناصر المعماريه متداخله، مش بالظبط، مش مواجهه كده زي حاليا. ده التداخل في الوحدات المعماريه بيؤدي ان اللي جاي من بره ما يقدرش يكشف البيت او حرمه البيت بشكل اوضح. الخشبية هي واحدة من فنون العمارة الإسلامية التي تزين مداخل المنازل. نقشت عليها باللغة العربية اسم صاحب المنزل واسم النجار الذي قام بكتابة العتب، وعبارات وآيات قرآنية تعبر عن الحضارة الإسلامية والارتقاء بالفنون والعمارة الإسلامية.
دكتورة سهام، قرية القصر الإسلامية من ضمن الحاجات الجميلة اللي رصدناها فيها الأعتاب. تمام. والأعتاب دي قصة وحكاية ورواية كبيرة جدا. الأعتاب احكي لي على يعني هذا الفن المعماري والكتابات والزخارف والأسماء والنجار مش عارف مين اللي كتب، احكي لي بقى. من الحاجات الأعتاب الخشبية في قرية القصر دي أكبر دليل مادي بيعكس قد إيه في تطور حضاري عند المقيمين في قرية القصر عموما، ودليل مادي عندنا احنا كأثريين قد إيه، لأنها هي دي النصوص التأسيسية للمكان. احنا بنأرخ عموما المكان لحاجتين، للنص التأسيسي اللي عليه، يعني مثلا أقيم هذا الدار مثلا في سنة مثلا 929 مثلا هجري، هتعرف ان انت ارجعنا التاريخ ده للفترة الزمنية المكتوبة على العتب ده. اولا كل الاعتاب في قرية القصر الاسلامية او معظمها هو حوالي 40 عتب مسجل، كلها من خشب الصنط. الاخشاب كان ليه خشب الصمت برضو هقول لحضرتك ليه، لان احنا الاشجار بتاعت الصمت منتشره عموما عندنا في الواحات. ليه؟ بنزرعها حول العيون والابار اللي هي بتاعت المياه الجوفيه، ليه؟ كمصدات حمايه من الاتربه والرمال، لان احنا عندنا الرياح عموما في الكواحات بتيجي من الناحيه الشماليه، واحنا ما عندناش اي مصدات، فدي بتبقى زي مصدات طبيعيه بيقوم بزراعتها اهل الواحه. ده بالنسبة لخشب الصمت، بيجي ده مصدره، يعني بيكون منتشر جدا في الواحات. بيستقطع من أخشاب الصمت دي أجزاء مستطيلة، بيقوم بنحتها حد اللي هو النجار. وعشان كده على فكرة في يعني حارة كاملة في قرية القصر اسمها حارة النجارين، لأن احنا دايما في حارة في بلدة القصر الإسلامية كل الحارات مسمى على العائلات، أو سواء العائلات للعائلات مثلا بتكون العائلات ديت بتضم أكثر من مكان. في الحالي بنقول ايه، دي ناس مشهورة يعني مثلا زي القرشيين الدينارية، دول ايه من اساس البلدة نفسها. او المهنة اللي بيمتهنها اهل الحارة نفسها، زي الحدادة، حارة الحدادين، حارة النجارين، حارة الحبانية. يعني ايه الحبانية؟ كلها مشهورة بزراعة الحبوب. المهنة اللي بيمتهنها اهل المكان بيسمى عليها المكان نفسه. دكتورة سهام، بحر مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية في واحات مصر الغربية وتحديدا في محافظة الوادي الجديد، أنا دخلت القرية دي وعشت في الأجواء، رحت وشفت الطاحونة وشفت عصارة الزيتون وشفت حاجات تاني كتير. فكلميني عن الناس سابوها لنا وقالوا لنا احنا عملنا كده، وادي اثر، ادي طاحونه، وادي عصار الزيتون. فكلميني عن الطواحين وعصاره الزيتون من المنشآت التجاريه والصناعيه في بلده القصر. لو كلمت حضرتك، يعني هي عايزه اقول لحضرتك بالنسبه للمكان نفسه لبلدة القصر في الوقت في التوقيت ده، المنشآت التجاريه ده تقنيات عاليه للوضع الحالي. ليه؟ لان احنا زي ما بقول لحضرتك كده، المكان نفسه بيفرض على المحيطين ان هم لازم يستكشفوا شيء او يتكيفوا لشيء ان هم عشان يصنعوا شيء. فهو كانت عصارة الزيتون لانهم هم بيقوموا بزراعه الزيتون في بلدهم، ما شاء الله زيتون بقى بالظبط. فهو كانت عباره عن ايه، عصاره الزيتون دي منشاه صناعيه كانت عباره عن حجرتين متداخلتين. الحجره الاولانيه كان فيها مستقطع يعني زي خشب كده، مكان خشب دوت المكان ده لجرش وكسر وتكسير الزيتون نفسه. الحجره الداخلية دي اللي بتتم فيها 7 مراحل.
المراحل ديت عبارة عن ايه؟ مجموعة من اللي هو فيه خشب، اطار خشبي كده في الحجرة الداخلية، ايوه ده بقى بيقوم بيه الموحدين بعصر الزيتون اللي هو تم في المرحلة اللي بره في التكسير والجرش. هو نعم اتكسر الاول، كسروه وبعدين دخلوه في المرحلة التانية عشان يبقى فيه عملية ايه؟ عصر للزيتون ده. العصر ده هو طبعا مش هيجي من مرحلة واحدة، هيجي من اكتر من كذا مرحلة. بعد ما بتتم عملية عصر الزيتون في المنشأة اللي هي الخشبية اللي هم كله بيدوي على فكرة، نعم وبعدين من تحت حاطين حوالي 6 أو 7 أبراش من زعف النخيل البرش زي ما بنقول، الزحف ومصفاة يعني اللي بالمعنى. هو المصفاة في الوقت الحالي. نعم ساعتها كانوا بيصنعوها يدويا من خوص، من الخوص يا فندم، اللي هو من زعف النخيل، نعم المادة الخام بتاعته زعف النخيل. تمام بيصنع 6 أبراش فوق بعض نعم لتنقية وتصفية الزيت. بعد ما بينزل بعد كل المراحل ديت، بعد كده بتاخد الزيت ده نقي. دكتورة سهام بحر، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية في نادي الجديد، اتكلمنا عن عصارة زيتون، صحيح. نتكلم عن الطاحونة بقى. الطاحونة ديت برضو من المنشآت التجارية، في كانت بتندرج لجزئين، في منشآت عامة وفي منشآت خاصة. المنشآت العامة اللي هي اللي هو الطواحين العامة لكل أهل البلدة. دي في عندنا 7 طواحين في بلدة القصر، ما شاء الله بتندرج بين خاصة وعامة. تمام الطواحين العامة دي كانت دايما بتوجد على الطرق النافذة. يعني ايه الطرق النافذة؟ اللي هي طرق المارة بشكل عام. كل الناس بتيجي تطحن، بتخلص الشغل بتاعها بتمشي. ليه؟ لانها عشان بتكشفش الحرمات الداخلية للدور السكنية. في ناس كانت يعني من الاثرياء او من حالتهم الاجتماعية عالية، كانوا بيعملوا طاحونة خاصة بيهم في فناء المنزل، فكانت عشان كده دي كانوا مستقلين بيها برضو حفاظا على الخصوصية اللي اتكلمنا عنها في البداية. ففي قرية القصر الإسلامية بالدخلة بالوادي الجديد انتشرت الصناعات والحرف المرتبطة بخدمة النشاط الصناعي والزراعي، فنجد فيها حارة للنكارين وحارة للحدادين، وفيها تشاهد الآلات التي تمثل التقدم الصناعي، ويأتي من بينها الطحونة وعصارة الزيتون وصناعة المناجل والمحكمة وكل ما يخدم الحياة في هذه المنطقة التي توفر الحياة الكريمة والراقية بالعائلات التي سكنت وترعرعت بقرية القصر الإسلامية بالدخلة. دكتور سهام بحر، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية في الوادي الجديد وواحات مصر الغربية، إذا اتكلمنا عن مسميات الحارات الحبنية الدينارية، في حارات القرشية، حاجات يعني إيه، كلمينا عن أسماء هذه الحارات وإيه ارتباط الاسم بالحارة؟ هل في ارتباط ولا كانت دي عائلات ولا إيه بالظبط؟ هم في 4 عائلات اللي هم استوطنوا القصر، اللي هو عائلة الدينارية والقرشية، وفي بعد كده اللي هي الحارات التانية اللي كانت المهنة اللي بيمتهنها أهل الحارة. كانت الحارة كلها بتشتغل بالحدادة، الكور والحدادة، وإن هم فالصناعة مثلا اللي هو كل أنواع الحدادة اللي بيستخدموها في قطع الأشجار والمناجل والكلام ده. فكانت بيسموا حارة الحدادين، حارة النجارين كانت كلها بتعمل بالنجارة. ليه؟ في قطع الأخشاب وصناعة العتب الدور والكلام ده. حارة الفخورة، الفخورة دي لسه على فكرة مستمرة لغاية دلوقتي، اللي كانت بتقوم بصنع الفخار،
وكانت الفخورة على فكرة من التوجه الإسلامي اللي هو عدم ضرر بالمحيطين أو بالقاطنين الناس اللي بتسكن في المدينة نفسها. فكانت موقعها متميز جدا في أقصى جنوب البلدة. ليه طيب الفخورة في أقصى جنوب البلدة؟ الرياح عندنا شمالية، فكانت عشان الرياح والدخان اللي بيجي، لأن ده من نوع الضرر، فكان لنفي الضرر تواجدها في المكان ده لنفي الضرر، وده اللي بيتفق مع الشريعة الإسلامية إنها بتنفي الضرر عن جميع الناس اللي ساكنة في بلدة القصر. دكتورة سهام بحر، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية في الوادي الجديد، رسالة الدكتوراه بتاعتك كان موضوع مهم جدا، وهو المنشآت والمياه والعيون والآبار والسكن. في عجالة سريعة أخد ما رصدتي عن وحات مصر الغربية من عيون وآبار وارتباطه بالمنشآت. تمام. احنا في كانت الرسالة مضمونها المنشآت المائية في واحة الخارجة عموما. رصدنا في خلال الرسالة كل المواقع الأثرية وكل المستقرات السكنية، لأنها مصدر الحياة ليهم المية. أغلب العيون والآبار في واحة الخارجة دايما بتكون عيون قديمة وبيعاد استخدامها. عيون رومانية؟ عيون رومانية. عيون رومانية. وفي أكثر من مكان تم حفرها في العصر الإسلامي، في العصور الإسلامية. بعد ما بيقوموا بحفر العين، فبينشأ المستقر السكني حول العين نفسها. رصدنا أكثر من مكان في من باريس لغاية منطقة الشمال الخارجة في مناطق اللبخة، اللي هي المناور، اللي هي مناور اللبخ، قد إيه ما هي شاهد على تكيف الإنسان الواحاتي أو أهل الواحة عموما في طبيعة الري. هي بدايتها على فكرة كانت من العصر الروماني واستمرت حتى الآن، مش هقول لحضرتك لغاية العصر الإسلامي، لغاية دلوقتي حضرتك تروح تلاقي مية في المناور. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات حول قرية القصر الإسلامية بمدينة الدخلة، والتي سردتها لنا الدكتورة سهام بحر، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالوادي الجديد، حول الأهمية التاريخية لتلك القرية وأهم الصناعات والحرف والفنون والعمارة بها. ففي الختام لها منا التحية ولكم منا السلام. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات، قدمناها لكم من محافظة الوادي الجديد، وإلى أن نلتقي معكم في حكاية جديدة لكم تحياتي.